الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الصيام والصلاة والقيام، الحمد لله بالسراء والضراء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدخل بها علي السرور وتخرج بها عنا الهموم. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. وفقنا فيها لعمل ترضى به عنا.
طاعتك يا رب العالمين. وتقبل منا عملنا يا إله العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا مجيب السائلين. يا حي يا قيوم. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. Yeah.
وأنت على كل شيء قدير.